إن مدحوينه وقروسده إنه كسعده شرح الدره إنه دستوركي كعياره إنه دلكي كالدليه إنه قروسده وبلدا التنسينة عيكم قيهين عبد السير تبدل ما نقنيسه إنه محالي هذا دار الشيس كده قفية هذا يتكلم تطورنا إنه قبطه محالي هذا دار الشيس إنه قبطه وعلم عيكم قيسيهين باتكو كليا معها ملاحظة قبلدا هذا كم مقام إنه آيات القرآن حديث اسكسوا الدنيشنه إنه مارتي خلافينا بحوليان مارتي ما في أنا من عبورته إلا من المدحوينة وحوشيني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوضي اللقستي الملك السؤال جوكتان هل كانوا شبل تيفي كسر هذا وريسي قار أو أن كل فقرينو حالد السياسات الدلكة أو إيمكا أسي موقتا ميتسي حركة قوصريسة كدب قوة مديكا صوبحي قلها ولا تشيقا قران كاسي أو للعيادة السياسيينتا إي مدحدة قار مدحدة هوري الصومالية إي قار كاملة دولة قبل الددو أي سيوة الجرأة الديدين إيضو أي موقنا يان إسفهم واسياسات أو سيحو قيسانية قدكا وحا توس وقجرة وانا لمهان لنكيس وحكوي ديدونا وزير كي هراء وزارة داري مهد دبدا حكومة دي هراء أمباسدور أحمد عيسى عود وحلالك القديسان ندالك كسو قبتاي حكوغا اللوها حلقان أرمها سياسة الصومالية ساعة وزير مركو هراء وحان كو سردوين يا شبل اللهم سنتا يا بيوين سلاني سردوين كدب قوان أيا كسو بحي قيب كميلا قولاه وضا تشق قران وبريه لصودا في وشرك وغا سعودين مقالة مقدشو قوان كهداء داركتاي iyo doorashooyinka la mudeeyay 2020 June ilaa September dowlad goboleed inay ku soo dhamaadaan maxay arimaha kula muuqdaan kooda salaamaya wa salaamaya ana salaamaya iyo shaqada hay'adaha iyo iyo shaqada iyo degistayaasha arbaas waxa ay ila muuqdaan kuwa خندن كله أنشر أحيان وهم لاعبين البنت مدرسة مالية هي دبليس كدور من هذا وقوة دبلاعين جارسية وقوة أن وافق سنين دستور ك هذا دولة فدرال كسوماليا وقرتي طبعا دولد وحي كل دوريسا دورشين عدي يقف اياد دلك اوحلا سياس ايانا كجهيني سنو قار الدورش عدي يقف الله وكن لحي لباتنا وان دولد قوبة ديدا هنان كاسي فرنتي سايا قيبك نغضان مركا الكيب وحس كدي ديهين دورشو قفي على وحي نبطي على اللي اسكاد يكسبه ويكسب ايام مدحدة الصومالية لدى عن قرنين ورشقة في أبا معنى هذا هي وحي أبا هنتهي ورشقة في أبا سيلو قبته أبا هنتهي وحلي هذا الفرستركتر أبا هنتهي أساس شرعية أبا هنتهي وكنسيشة كوافقسا أبا هنتهي إذا رياليستيك من لغا دبعين كرايين نغو كرت وحصورا للا أعبا هنتهي إنه مدى سوماليو دي هشيس كتهي وحاسو بند أعبا هنتهي أعبا هنتهي إنه جرو قوانينتي محالي وهذا بلو سمين هذا رشواس إنه بديلو بسيهين إلي جرتين حالي هذا وحلي رادو تنسس إلي جو دلك التركوب دتك ففي عدك سمايلية إلي يقامو إلي جرو ريجستريشن وحاسو دن بيبا هنتهي مركا وحاسو دن هذا دلكي كميتران لكن دولد دو حكود دو ليسا إلي قبطاش قبضان وعلمها الدور شوين كان لحريرو وقت قوهر سنة يكوف ليهين
iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo arrimahan ka hadlay waxay ku doodeen inay ku isduugan yihiin muddo kororsi uu sii diyaarsanayo madaxweynaha tantalada dalka haya ee ujeeddooyin iyo damac gaarna ay ku isduugan yihiin warmurteedkii ugu dambeeyay ee xalay ee ka soo baxay qayb ka mid ah golahooda tashiga qaran marka ma ku muuqdaan arrinka ee muddo kororinta lagu eedeenayo madaxweynaha aniga waxa uu qalbigiisa ku jira golaha kan kulmay inkastooda hadda ay ka maqan yihiin dalka in ka badan nus ay ka maqan yihiin Somaliland aysan qayb ka ahayn Puntland aysan qayb ka ahayn Soomaaliya Soomaaliya ayna aysan qayb ka ahayn maxaa la yidhaahdaa aysan qayb ka ahayn Jubaland aysan qayb ka ahayn dalka intiisa kale in badan oo ka mid ah weli shabaab haysato oo aan la mari karin oo aan waxba laga suurtageli karin oo madaxweynuhu uusan awoodin inuu diyaarad ku baxo maahine inuu tago xataa maxaa la yidhaahdaa magaalooyinka ugu dhowdhow Muqdisho marka waxaasoo dhan marka laga soo tago oo ka dhigaya in practical ka dhigaya aan suurtagal ka dhigayn hawsha dhacdo haddana constitutionally qabi ahaan guddiga kan haddii xataa ay u dhow yihiin xaqu ma laha inay iyagu ay constitutionka dalka bedelaan ila hadda ay yeelaan ay jibeeyaan maxaa la yidhaahdaa doorashooyin iyo sidii loo qaban lahaa iyo waqtiga la qaban lahaa iyo in muddo la isdhexaysto hadda muddo kororsi madaxweyne xasan sheekh isagoo inuu naadiy yahayan kaleto anigu hadda ma sheegi karo laakiin waxaa laba in madaxda kaleeto ee gobolada meesha joogay inay muddo kororsi loo sameeyey muddo kororsigaasi marka waa sharci darro constitutionka dalka ma waafaqsana kan maamuladaasna ma waafaqsana marka waxyaartaa yaar bay wagtahay marka ma aha constitutional ma aha suurtagal ma aha wax khatar riga cajiiba madaxweyne xasan sheekh mararka qaarkood waxaa isleedahay isma maqlan miya haddaad fiirisid waxyaabihii uu dhahayo shalayto oo xukuumaddii ka horreysay marka iyaduna isku dayo kuwa aan la mid ay samaynaysay
أنت أبسط كهذا الكيس شل هذا في رصيد هذا الكيس ما أنت اسم لها شل يحكي دي وحدتك صنارة وبنين هنا على سمينين وحدتك قاركيس محلي إلى هذا إلى إذا كنت كفلين محلي هذا أيده أنا دستور كمال هذا بهم هذا أنت يا بني سمينية من عيوني بري هذا بيحب قاع بحي إلى مساجدها كخد بيو وعليه ليس بنشري مرقوحة حسوسية مع مرحولها عيد قرآن وعاد مهين لقوعة محالي هذا عريت عدد كأذرعة وعيد قرآن كذا كله بسم الله الرحمن الرحيم قال لي هل الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبيرا مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لكن إذا أي حدثك من منيتا بكريس منيتا وشيء لي ودي لي إن أيسن وحيسن سمين إن أيسن بهمين مركا إلى إنه آيات القرآن يا حديث إسكسو الدنيش الله إنه ماركتي خلافينا وحوليان ماركتي ما في أنا من عبورته إلا من المرحبينها وحاو الشيء لي مركا أريد التدي وخطر وملك دع دستورك وبمدع لبسا مهين إليه هل مركي مدى سومالي تيكسني سي سي دول المنوى دول المنوى بدك يبالك وشا قيسة أي إرجل لهي وايه وقدم بين وزير محايو كلامتها هاي إنا يحالد دا قدم بين كرتو ما دام الدولد مدحليت كذا دستورك مركا لأيقو سند يبلوين أي كجهر سيهين خلاف كنا ولي موقتو لنا ولي موقف كذا نوقات كيس سنة يسو أما أي سيكر ليان لنا عيدا حبناه كه الدولة الفدرال كه أي دولة السيكر الفوجانة يان حلي جان هرب بنتنا بقوم غنيد جبلان بقوم بيرتي إس سي قاتم استيد أو دولة الفدرال كوا قوم ستمام الكم الجارة شركان لجمع الزومين إما كا يبلوغي بشان بمركو فرميي نتيجة أنا وكسر بحن كل كيوهري marka iyada dhinacaas dhinacyadaas oo dhan ay maqan yihiin madaxweynahaana mowqifkaas uu ku adkeysanayo hadii san mandate ka dawladdu uu kaga dhamaado dalka xaaladda uu galay balno sheeg dadkana u sheeg waxa ku dambeeyayso hadda ma saalaalin karo marba in aan maartay ma haysto waxa ay dhahaaneen magic wand ama السحرة أما كريستال بول أنا واحد مستغرب كي يتوصلها يوم لكن واحد كم بتا واحد من السيناريوز أما واحد هذا سوف تجلي كرا واحد سوف تجلي كرا إن ما بحويني وقرأ صدى إنه قصة على شبه الدرة إنه دستور كي كويار يوم إنه دل كي كل دليل يوم إنه قرأ صدى مارتي وحكرة تسو ينادى تسو واسير تنجل إن ذات كلاته لتليا أنا وطلوه ومغلوه وإذا هدان ملكة وغسي الدرين يجينا واسير تنجل ملكة دي تعدي على ذات كلاته شبه وكبه غضوه وعضاها نشرع الدرالة ينزلت الكونستيوشن كا ينزلنا للدلكة وكوئي عارب يعدوه كبه غضوه بوا خير مركا بدك هر مركا لي وانوسي سعالي حدي كوات كيستو وغلبا اترسينا اي كم نقايهين حدي سير تدل من نغنيسو انو محالي هذا دارشيس كدا قفي عادي اتكلا تطورنا انو قبطو محالي هذا دارشيس اللي قبطو وان اي كم نقايسيهين باتكو كلية معها ملاحظة جدلها هذا كم مقام وقالي بدن ودلك بدن كيساء كلية معها هنا بدك كالتو حضرت كها سياسيين تي ايا ايادنا وحن ليقى مسامي ليبا ومدى سوماليات كل جد ايا ايادنا كم مقام يا برادة مسو تدير كريسو حيث كل وصول تبني من the constitutional معه وحشر أيه معه لكن ملحويني لجيت نسيجي أنا شرعية بيها هايستي أيه مالي قد عيا ملحويني
waxa uu kuma soo degin madaxweyne kama degin waxa madaxweyne ka dhigay constitution-ka dalka uu yaalo dastuurka dalka uu yaalo marka dastuurka dalka uu yaalo haddii uu madaxweynuhu ku ciyaaro oo uusan iska dhinac maro hadda waxaa luumayaa maaragtay maxaa la yidhaahdaa kalsoonidii iyo shaciyadii u haystada lumaysa marka marka waxyaabahaas oo dhan baa suuragala waxaa suuragalaysaan sheegay inuu isagu caqlisado oo ka noqdo maaragtay maxaa laa qariska tuurkan isaga ayaa meesha iska maamulanayo hadda dadka kale la jooga meesha aan baarlamaan ha noqdeen ama madaxda kale gobolada ha noqdeen iyagu talo xoogan kuma laha maxkamadii dastuuriga ahayd oo wax sici lahayd ma jirto sidaa daraaddeed wixii dhan waa wax waxay noqdeen one man show ama wax madaxweynaha keligiis uu sida la noqoto isagoon xog badan adleedinuusan dalka ka haynin maaragtay iska goonaya waxa uu soo xusuusiyey nin la yidhaahdo lord acton waxyaabahan oo kale muddo ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi awoodli dadku way ay keentaa corruption ay keentaa fasaad iyo musuqmaasuq haddii awooddu ay noqoto mid aan xal lahaynna waxay keentaa musuqmaasuq iyo corruption aan xal lahayn marka waa waxa dalkaadmoodiguna hadda dalkii kasoo madaxweyne waxaa moodaa inuu madaxweynenimadii u fahmay inuu dalka iyo dadka iyo constitution-ka iyo dastuurka iyo maxaa la yaada baarlamaanka isagu iska leeyahay taasna waa waxa meesha aynu joognaymarka madaxweynaha waxay ku fiicnaan lahayd in la xusuusiyo inaan waxaa usuurtogelin sida hadda ka hor isagu sheegi jiray dad ka xoog badan oo ka ciidan badan oo ka maxaa la yidhahdaa ayood badan oo dadko dalkao dhan ka taliya ayay usuurtoogeyday waxay la noqoto hal qof inuu suurto gasho marka madaxweynuhu marka waa inuu qaraybsan in khalada madaraysa marka inuu masaajila ka khudbeeyo iyo inuu maaragtay maaragtay baarlamaanka yidhahdo waxa ii sameeya dad gaarsiinayso dalka horumar ma gaarsiinayso. Taasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdii hore ambassador Axmed Ciise Cawad oo u waramaya Shabeelle TV. Wasiir aad u mahadsan tahay.